تحدثنا قبل الفاصل عن الخطوط الحمراء اللي ممكن يعني دائما ترعيها واشنطن وبكين في التعامل مع طبعا تايوان، وتكلمنا انه يعني ممكن يتطور هذا الوضع الى اندلاع مسلح او نزاع مسلح هناك في هذه المنطقة. طيب لو حدث ذلك بالفعل، هل نتوقع نشوب حرب عالمية ثالثة؟ يعني قبل ما يعني فيما يتعلق بمسألة الخطوط الحمراء، يعني أشرت إلى واحد من هذه الخطوط هو استقلال تايوان، لأنه استقلال تايوان بالنسبة للصين معناها خروجها من السيادة مظلة السيادة الصينية، وبده يمكن أن يعني وفقا للكثير من التحليلات أن ده واحد من الشروط أو الحالات اللي ممكن عندها الصين استخدام القوة. لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في خطوط حمراء أخرى، يعني منها أن تقدم الصين على ضم الجزيرة بالقوة. الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت متمسكة وتعلن بشكل صريح من وقت للتاني حتى في مراحل التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب تايوان، تؤكد أنها ما زالت تعترف أو تتمسك بمبدأ صين واحدة، اللي هو يعني أن تايوان هي جزء من الصين. وحتى بعد نتائج الانتخابات الأخيرة كان أول التصريحات الأمريكية هو أن تايوان هي جزء من الصين. لكن مع ذلك وتقر الولايات المتحدة الأمريكية بأنه تايوان هي من الناحية النظرية هي جزء من الصين، لكن تعطي لنفسها الحق في إدارة علاقات مباشرة اقتصادية وتجارية وعسكرية ودفاعية مع تايوان، وهي ضد أن يتم توحيد تايوان بالقوة العسكرية من جانب الصين. فده ممكن وصفه باعتباره خط أحمر من بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هناك خط أحمر أمريكي أيضا مرفوض من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، هو أن الصين تغلق المضايق البحرية المهمة في هذه المنطقة وعلى رأسها مضيق تايوان، لأنه إذا قامت الصين يعني ضم الجزيرة تايوان بالقوة، في هذه الحالة مضيق تايوان سيعتبر مضيق صيني، أو أنها تقوم في إطار المناوشات أو في إطار المواجهات العسكرية حتى ولو محدودة مع تايوان، قد تقوم بإغلاق المضيق كجزء من سياسة حصار بحري محتمل أو ممكن ضد تايوان. في هذه الحالة أيضا هذا يعتبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية خط أحمر، لأنه هيكون معناه يعني انتهاك لمبدأ أساسي في هذه المنطقة هو مبدأ حرية الملاحة. يعني معنى كده لن تغامر الولايات المتحدة الأمريكية في العداء المباشر مع الصين. هي لن تغادر لن تغامر بهذا العداء من خلال إعلان أو دفع تايوان إلى الاستقلال، لكنها لن تقبل إغلاق مضيق تايوان ولن تقبل ضم الجزيرة بالقوة العسكرية. لكن ما دون ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تعترف حتى الآن بأن تايوان هي جزء من السيادة الصينية وتلتزم بمبدأ صين واحدة، ومع تأكيدها على حقها بموجب قوانين أمريكية، حقها في إدارة علاقات اقتصادية ودعم دفاعي ودعم عسكري لتايوان. طيب من وجهة نظرك لأي مدى تعتقد وجود فرص للتهدئة ما بين بكين وواشنطن بشأن تايوان؟ يعني أعتقد الفرص كبيرة أخذا في الاعتبار طبيعة المرحلة التي تمر بها العلاقات الصينية الأمريكية. هناك قضايا خلافية توصف بأنها قضايا هيكلية، لأنه العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وفقا ليه حتى التوصيفات المستخدمة في الوثائق الأمريكية أن الصين هي منافس استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية.